أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا العاجل. تمكنت البطلة الجزائرية في رياضة الجمباز كيليان مور من تحقيق أول ميدالية ذهبية للجزائر في أولمبياد باريس. كيليان مور والتي فازت في تخصص جهاز المتوازي مختلف الارتفاع. كيليان مور التي دخلت التاريخ بأول ميدالية للجزائر وإفريقيا والعرب في الجمباز، كما عادت الجزائر لحصد ميدالية الذهب منذ أولمبياد لندن التي كانت بحوزة العداء الجزائري توفيق مخلوفي. رئيس الجمهورية الجزائرية بدوره السيد عبد المجيد تبون، والذي هنأ البطلة الجزائرية بعد تتويجها بالذهب وتشريفها للراية الوطنية. فهنيئا للبطلة الجزائرية وألف مبروك لها وللجزائر. وبهذا انتهى العاجل. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.